السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي ربنا يبارك في حضرتك يا حضرتك رب. يا رب. بعد إذنك يا شيخ، أنا بس كنت عايز أسأل سؤال لو سمحت. تفضلي. يعني لو حد مثلا هيجيب لحد شغلانة، ويعني بمقابل مادي يعني، أو طلب فلوس، يعني دي تعتبر رشوة يعني يا في شيخ؟ الحكومة ولا فين؟ نعم. شغلنا في الحكومة ولا قطاع خاص؟ لا، مش في الحكومة، هي قطاع خاص تقريبا. لا يعني إذا واحد راح لصاحب شركة وقال له في فلان مسكين شوف له شغل عندك، الشفاعة دي حسنة جائزة، لكن إذا كانت شغلة حكومية وتنبني على الاختيار، اختيار الأنفع، لا يجوز أن نتدخل برشوة أبدا.